تستعد منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر العملاقة، حيث اقترب العدد التنازلي لموعد الافتتاح مع انتهاء التشطيبات النهائية للمحطة لاستقبال المواطنين. واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية في قلب محافظة الجيزة هي محطة قطارات صعيد مصر العملاقة في منطقة بشتيل. المحطة ستغير مسار حركة نقل ركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عملية الربط بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، فضلا عن ربطها بمحاور رئيسية. وميز كمان اختيار موقع المشروع عدة أسباب، من ضمنها أن منطقة مثلث بشتيل هي منطقة ملتقى خطوط السكك الحديدية الرئيسية في جمهورية مصر العربية، زي خطوط سكك الحديد اتجاه المناشي وخطوط الصعيد، الصعيد اسكندرية أسوان. فطبعا ده كان بيأهل أن المشروع يقدر يخدم أكتر من اتجاه، غير مرور خط البضائع برضو هنا في المشروع. طبعا ده بالإضافة إلى أن توافر مساحة هائلة بالحجم دون، اللي هي 239 ألف متر مسطح يقام عليه مشروع بالحجم دون ملك هيئة السكة الحديد. طبعا المشروع زي ما قلت لك المشروع تنموي وكبير ومتكامل. التكامل ده تم تحقيقه عن طريق ان المشروع هنا مش محطه قطر بس، او مبنى محطه ومجموعه ارصفه، لا ده مشروع متكامل، بحيث ان دايما هيئه السكه الحديد تقدر تحافظ على القطارات الجديده وتحافظ على العربيات الجديده وتحافظ على الخدمه اللي بتقدمها لجمهور الركاب. المشهد بمنطقه بشتيل بمحافظه الجيزه تحول سريعا مع اقتراب افتتاح المحطه، وتغيرت ملامح المكان مع انشاء اذكى واحدث محطه للسكه الحديد في مصر. محطة موجودة ما بين محطة الجيزة ومحطة رمسيس في محافظة الجيزة، محطة بيتقاطع معها ثلاث خطوط سكة حديد، الخط اللي جاي من المناشي إيتاي البارود بشتيل، ده خط ركاب، خط البضائع اللي جاي من الأباري في اسكندرية وبينزل على الاتحاد وبيوصل لبشتيل وبيكمل بعد كده للصعيد أو بيرجع تاني في اتجاه القاهرة. الخط الثالث اللي هو خط أسوان القاهرة اسكندرية، اللي هو خط الصعيد. المحطة بتطل على ثلاث محاور خطوط مواصلات رئيسية، محور الفريق كمال عامر، محور 26 يوليو، محور أحمد عرابي والدايري، وشارع السودان في العجوز. عندنا دلوقتي في المحطة، تبادلية ذكية، موجود فيها عندي مكان تي في ام، بدأ أصبح إن عندي التكدس اللي بيحصل على شبابيك التذاكر مبقاش موجود زي الأول، عندنا شبابيك تذاكر، عندنا مكان تي في ام، عندنا دلوقتي المحطة بتقام على مساحة 31 ألف متر مسطح، المحطة فيها الجزء التجاري محلات، وعندنا جزء الإداري اللي خاص بشبابيك التذاكر والمنطقة ديت، عندنا المحطة متكاملة، لأن بقى في عندي دلوقتي المحطة موجود فيها مغسلة خاصة بالقطارات، موجود فيها محطة وقود، موجود فيها ورش صيانة للعربيات، ورش صيانة للجرارات، المحطة كاملة متكاملة. الطاقة الاستيعابية لركاب المحطة تسع نحو 250 ألف راكب يوميا، وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن الآلاف من فرص العمل. المحطة وفرت آلاف فرص العمل في فترة التنفيذ وفترة ما بعد التشغيل. إن شاء الله إحنا دلوقتي في نهاية فترة التنفيذ، وفرت زي ما حضرتك شايف آلاف فرص العمل كصف إنشائي وكصف تشطيبات ومهندسين زي ما حضرتك شايف قدامك كده دلوقتي، وفي مرحلة ما بعد التشغيل إن شاء الله في صف طبعا شبكة هيئة سكة الحديد، ومعانا بعد كده في محلات استثمارية موجودة، المحلات دي طبعا هتحتاج فرص عمل وهتوفر فرص عمل للشباب والخريجين وطبعا ناس كتير جدا في المشروع إن شاء الله. محطة قطارات تبادلية تليق بأهالي صعيد مصر تم إنشاؤها لتكون طفرة كبيرة تحققها الدولة في قطاع السكك الحديدية. محطة قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة تسهم في تخفيف الضغط على المحطات المركزية، سواء محطة الجيزة أو محطة رمسيس المركزية، وكذلك تخفيف الضغط والتكدس المروري في شوارع القاهرة، وتقدم مستوى عالمي من الخدمات داخل القطارات، وتنضم إلى إنجازات الجمهورية الجديدة، وتكون شاهدة على عراقة المكان بطبيعها الفرعوني وحداثته. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.